السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الوقت يا شيخ، دعاء الاستفتاح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا شفت أكثر من دعاء، إيه الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أثبت ما ورد: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بيني وبين سؤال خطاياي. ثاني يا شيخ صبرا بعد إذنك، صبرا، نصبر. دلوقتي اللهم اصبر. ماشي اتفضل. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. ثابت أصحها. وفي آخر في صحيح مسلم في استفتاح صلاة الليل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى آخره.